عليكم السلام، ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا فندم؟ طمنا على الاحوال يا فندم، ايه الاخبار؟ يعني انتوا كسفاره بقى وكالهيئه المنوطه بهذا الموضوع، طمنا حضرتك ايه اخر الاخبار؟ والله يا فندم، الاخبار يعني في الوقت الحالي بعت من الاهلي لسه مقيمه في الفندق، طبعا نفس الوضع الذي هو قائم من امبارح. يعني احنا طبعا في انتظار دلوقتي نتيجه البطولات اللي تمت على اعلى مستوى في مصر من مؤسسات الدولة المختلفة عشان إرسال طائرة لتقل الفريق إلى أرض الوطن. دلوقتي آخر الأخبار عن الطيارة إنها جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة النهائية، يعني تصريح العبور للدول اللي هتمر بيها، ثم هتحبس كوت ديفوار في أبيجان انتظارا لفتح المجال الجوي المالي اللي لسه مغلق طبعا لغاية دلوقتي. طب سيادة المستشار، أنا عايز أسأل سعادتك سؤال هنا. يعني هل مالي فيها حد تكلمه؟ سامحني، يعني هل فيها حد كبير في الدولة ممكن القيادات عندنا هنا في الدولة أو حضراتكم في كسفارة مصرية تتكلموا معاه تتحدثوا معاه، ولا أنتم مش لاقيين حد؟ عملنا اتصالات، لا بالفعل عملنا اتصالات مع الجيش، قيادات الجيش هنا، القوات الجوية المسؤولة، قالوا لنا المجال الجوي لسه مقفول. كنا عايزين نحصل حتى على اذن هبوط او يعني تصريح هبوط استثنائي للطياره المصريه في كل العلاقات الطيبه بين البلدين. قالوا لنا احنا ما عندناش مانع من حيث المبدا، انما المشكله مش انه بتاخد التصريح ولا لا، احنا ممكن نديك التصريح لكن لا نامن على الطياره. يعني ممكن وهي نازله نتيجه لسه في اشتباكات مسلحه حوالين المطار في محيط المطار، ممكن تتعرض الطياره لاي مطلوب. ده طبعا حاجه ما حدش يقدر يتحمل مسؤوليتها ومش مطلوبه وتبقى مشكله كبيره. فطبعا مش هيقدروا يدونا اذن هبوط الا لما تبقى المنطقه المحيطه بالمطار امنه تماما، بحيث ان الطياره تنزل بلا اي مخاطر، تنزل او تطلع بلا اي مخاطر. طب هل يا سياده المستشار ما بلغوش حضرتك العمليه دي ممكن تستغرق قد ايه؟ كام ساعه؟ كام يوم؟ ولا قالوا لك دي امور لسه مش محدده؟ الحقيقه هو طبعا الموضوع ده يعني يصعب تحديد. هم قالوا لي انه ممكن ياخد يعني من اول ساعتين ثلاثه لغايه يومين ثلاثه، الله اعلم. يعني لما حصل الانقلاب في 22 مارس اللي فات، يمكن المجال الجوي فضل قاعد مقفول يمكن اربع خمس ايام. مع انه حتى الانقلاب العسكري في ذلك الوقت اسهل بكتير قوي من اللي حصل اليومين دول. اللي حصل امبارح وليله الليله الماضيه يعني الحقيقه كان اصعب بكتير من ظروف الانقلاب العسكري بتاع 22 مارس. طب هل الجيش بدا يسيطر يا فندم على الاوضاع، ولا المتمردين او اللي املوا الانقلاب يعني هم اللي ليهم السيطره دلوقتي اكتر، ولا ايه؟ لا، كل المؤشرات وكل التصريحات الصادره عن الجيش او المعلومات المتوفره عند المصادر الخاصه بتاعتنا او المصادر الاوساط الدبلوماسيه هنا او الصحفيه بيقولوا انه الجيش هو المسيطر لا يزال يعني على المناطق اللي حصل فيها كلاشات مسلحه، اللي هي المطار والتلفزيون في المقام الاول ومنطقه اللي هي القاعده العسكريه اللي هي المقر الرئيسي بتاع اللجنه العسكريه اللي قامت بالانقلاب بتاع 22 مارس. تمام. طب طبعا لسه الامور لم تحسن بشكل نهائي. لم تحسن. طب بالنسبه للجاليه المصريه عموما بقى، المصريين اللي عايشين في مالي اطمنتوا عليهم؟ اخبارهم ايه؟ هل عايزين يمشوا؟ الامور بالنسبه لهم شكلها ايه المصريين اللي عايشين في مالي؟ لا، هم الحمد لله كلهم بخير، لم يصيبهم اي مكروه. احنا على تواصل مستمر بيهم من قبل حتى الاحداث دي، من اول حتى الانقلاب اللي فات. على صله دائمه بيهم، بنتصل بيهم باستمرار وبناكد على انه ما يعرضوش نفسهم لاي مخاطر، ما يخرجوش مناطق خطره. انهم برضو لو حبوا يلجأوا للاستخباره في اي وقت، باب الاستخباره دايما مفتوح، سواء الاستخباره او دار السكن بالتحديد. مفتوحين في اي وقت ليهم، طبعا ده واجبنا تجاههم. يعني هم امنين بشكل الى حد كبير يعني؟ الحمد لله. طبعا كلهم بخير الحمد لله وعلى اتصال مستمر، واحنا بنطمن عليهم يعني كل شويه، يعني كل طول الوقت يعني. هي عدد الجاليه المصريه في مالي كتير يا فندم ولا مش كتير قوي؟ في حدود يعني 50 ل 70 مثلا تقريبا. طب يعني عدد تقدر ان انت تطمن عليهم، يعني عدد معقول يعني. عشان كده بقول لحضرتك لما بنتواصل الاتصال بيهم باستمرار ده حقيقي، يعني مش مبالغ، لان العدد يسمح بكده ان احنا نقدر نتصل بمعظمهم. طبعا ده مش انا شخصيا بس، انا بمساعده زملائي. اكيد طبعا، اكيد ما بيتاخروش يعني ابدا، كلنا فريق واحد وكلنا بنحاول يعني نبذل قصارى جهدنا ان احنا نطمئن على جاليا ونؤمن وضعها. وكذلك ذلك طبعا بعثه النادي الاهلي والبعثه الاعلاميه المرافقه ليها اللي نقلناها النهارده الصبح على فكره
نفس الفندق اللي فينا للاهلي. انه كان فندق تاني قال لهم انه نقل لهم نفس الفندق افضل كل الاطراف كمان عشان لما يحصل ان شاء الله اجلاء لما تيجي طياره او كده كله يمشي مع بعضه او تعطيل بالظبط كده كله يمشي مع بعضه بطريقه منظمه لائقه كده. تمام تمام. سعاده السفير، السفير كان ليه تصريح بيقول ان لن اسمح ان الفريق يمشي باوتوبيس من مالي الى كوت ديفوار، لان انا ما امنش على الطرق البريه في هذا التوقيت، وان الامور لان في كان اشاعه طلعت ان الاهلي ممكن ياخد اوتوبيس لكوت ديفوار ويطير من كوت ديفوار، لكن سعاده السفير نفى هذا الكلام وقال مش هسمح بيه. لا ده طبعا ده مستحيل يحصل، لان طبعا الطرق دي من دول الطرق البريه غير امنه ووعره اصلا طبعا، غير ان المسافات كبيره جدا، يمكن يعني عشان يوصلوا ابيجان مثلا من هنا 1200 كيلو يعني. يا نهار ابيض. زي دي طبعا استحاله. استحاله طبعا. سعاده السفير انا برضه احب الحقيقه اشكر سعاده السفير جدا على الجهود اللي بيعملها خلال الايام اللي فاتت وايام حتى قبل التحضير للمباراه وكده. اكيد. هي الراجل يعني برغم انه اجازه مرضيه في مصر يعاني من كثره الطاقه الا انه لم يتاخر في يوم من الايام عن العون اللي بعت النادي الاهلي من قبل ما تيجي هنا ولغايه دلوقتي. الراجل يعني حقيقه مشكورا، شاغل نفسه جدا 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 وهو في مصر اجازته المرضيه كانه قاعد معانا والله الحقيقه. طب سياده المستشار شادي اخيرا معلش عشان انا عارف انك محتاج ان تبقى عندك شغل كتير، هل ممكن تيجوا مع الطياره العسكريه ولا انتوا يعني امنين على نفسكم بشكل عادي قائمين بالسفاره المصريه في الوقت الحالي يعني؟ لا الحمد لله احنا بخير والبعثه المصريه كلها بخير واحنا يعني الحمد لله مش مستشارين خطر يستحق ان احنا نغادر مكان عملنا. بالعكس احنا دلوقتي مهم جدا ان احنا نتابع فيه الاحداث ونغطيها وننقل الصوره كامله وبدقه لمصر، لان مالي بتمر بمرحله الحقيقه في منتهى الحساسيه على الصعيدين السياسي والامني. تمام تمام. ان شاء الله ربنا يسلمكم وربنا يهدي الامور يا سياده المستشار، وان شاء الله ترجعوا الفريق الاهلي والجاليه يبقوا مطمئنين وحضراتكم، وان شاء الله تنتهي على خير هذه الازمه باذن الله. سياده المستشار شادي الشرقاوي اشكرك شكرا جزيلا يا فندم، القائم باعمال السفير المصري في مالي. كان مهم ان احنا نطمن منه، لان طبعا سياده المستشار شادي هو اللي في ارض الواقع، هو اللي موجود